مجموعة تناويع الترفيهية تقدم فرقة تناويع. أهلا وسهلا بك. بصراحة قضينا في هذا الوقت في هذا المساء الجميل في برج المملكة، في خاصة في الفور سيزون في قاعة المملكة، طبعا تحت رئاسة شركة درعا. أتمنى فرقة تناويع التوفيق، وإن شاء الله ترون فرقة تناويع الترفيهية إلى الأعلى بإذن الله بقيادة البطل يوسف الحاجي. أطلب لكم غزك العطوري من درعا لننعش به أرواحكم، فأهلا وسهلا بكم. أترككم مع رشة عطرنا الثالثة ومع الكلمة التسجيلية لرئيس مجلس الإدارة الشيخ علي بن عوض الهادي. استديو النجوم أمتعونا، ولكن بالأحرى نريد تحية لنجوم الاستديو. أعزائي الحضور، بالتحدي تكون المواجهة، النتيجة لا تهم، لأن العزيمة هي سيدة الموت، والإصرار هو عنوان الرجل. قد تبسو الأوقات ولكنها تلين بهمتك، تلك هي روح شركة درع. عندما يجوع الإنسان وهو في موقف محرج ولا يستطيع الخروج من القاع، وضاقت به السبل، شركة درع تدعوكم إلى العشاء. طبعا قبل الخروج هناك بوابتين على يمين على يسار المسرح ويمينكم أنتم، وبوابة خلفية. كان معكم ومحدثكم مذيع القناة الرياضية السعودية أخوكم.